جدا على الجهة اليمنى التي يخشى منها فعلا روبن بيك منذ بداية المباراة. شوف يحاول الابتعاد عن هذه الجهة، ولكن شوف كرات يضعها فيدرر على الجهة اليمنى، وفرصة الآن أمام فيدرر. وينهيها ببراعة تامة التشيكي. جميلة جدا الكرات التي لا تخرج إلا من مضرب هذا اللاعب روجي فيدرر. شوف كرة يعيدها ستريتش عالي جدا وباك هاند داون ذا لاين في مكان صعب جدا. شوف التحرك بسرعة من أطراف الملعب. ينهي صعود مفاجئ يهاجم روجي. ومرة أخرى بنفس الطريقة 40-0 وثلاث فرص أمام السويسري فيدرر للفوز بالمجموعة الأولى. كرة قصيرة يضعها روجي فعلا باك هاند سلايس. حاول فيها شوف اللاعب التشيكي شوف الكرة الثانية باك هاند سلايس، ولكن شوف ويصل إليها فعلا. تشيكي روبن بدأ مشاركاته في بطولات الجراند اسلام فقط في العام الماضي، وبدايته كانت في رولان جاروس عندما نجح الوصول الى الدور الثاني. جميلة جدا كرة تسقط. صعود
40-15 وفرصتين أمام السويسري روجر فيدرر للفوز بالمباراة والانتقال إلى الدور النصف النهائي. وفعلا السويسري روجر فيدرر إلى الدور نصف النهائي في بطولة دبي مشاهدينا الكرام بالفوز على التشيكي روبن فيك في أقل من ساعة في 58 دقيقة ينهي مباراته وسط كل هذا الجمهور الكبير.